ده هنا ناخذ كاسين، اذا ناخذ جوج كيسان، واحد فيه الماء وواحد فيه الزيت. اذا نقدهم هاد الكيسان راه قد عندهم نفس الحجم نفس الطول، والكميه ديال الزيت والماء راهما كيف كيف قد يعني نفس الحجم، يعني قد. اذا غناخذوا هاد، اذا غنشوفوا اولا الميزان هو فارغ. اذا هانتوما كتشوفوا هادو هنا يوجد في حاله توازن، دوك مقادين كفتين مقادين باينه في الفيديو. اذا غادي نجيو غادي نحطوا كل كاس في كفه، الزيت في كفه، اذا الميزان طبعا نعرفوا نديروا الماء في كفه اخرى. واذا غنشوفوا هنايا، شوفوا في هاد سميتو ديال الابره، ماشي ابره ولكن هاد اللعيبه هادي ديال الميزان. شوف هادي اللي عندها اتصال هاد العمود بالميزان ديال الماء، ديال الماء هبط، هذا بقى طالع. شوف انا نقرب لكم الكاميرا، اذا هذا هبط وهذا بقى طالع. شوف نزول يدي تلاحظوا، اذا اش كتبين التجربه؟ ان كتله الماء اكبر من كتله الزيت. اذا رغم ان نفس الكيسان نفس الحجم نفس حجم الماء والزيت، ولكن لا ما عندهمش نفس الكتله، لان الزيت اخف من الماء. اذا نستنتج من خلال التجربه ان الكتله مقدار قابل للقياس، ويتعلق الكتله كتعلق بالماده. اذا ماده الزيت اخف من ماده الماء. لقياس الكتله نستعمل ميزان الكفتين اللي كتشوفوا امامكم. وهنا عندنا الكتل المعلمه، اذا هاي الكتل المعلمه عندنا من 500، اذا حتى الواحد واحد راه ضاعت لنا، كاين جوج ملي كاين جوج. اذا باش نقيسو كتله الجسم الصلب سهله، كنحطو جسم الصلب مورا قياس كتلته في كفه، وكنديرو الكتل المعلمه في كفه الاخرى. اذا عندنا 100، اذا بزاف، غندير لي موراها 20، نديرو 10، كعشرة لي زيت هبطات بزاف، نديرو 7، إذا دابا غنحسبو الكتل، عندنا 100، 120، 125، 127، إذا عندنا 127. إذا 127 هي كتلة الجسم الصلب. إذا قضية سهلة بالنسبة للسائل، شنو نديرو؟ قياس كتلة السائل، كناخدو أولا إناء فارغ، كنقيسو الكتلة ديالو، نحطو 100، إذا حصلو التوازن. إذا هاهي تما عندكم 100، غنحيدوه. غنديرو دابا نكبو الماء ملون ولا نقيسو الكتلة ديالو، كمية من الماء الملون. إذا غنديرو كتل، حطو هنا 100، 200، نزيدو 250، إذا نزيدو 10، شوفو 260، إذا بزاف 10 نحيدو بزاف، غنديرو 5، إذا نجمعو مجموع الكتل. إذا عندنا 100 و100 هي 200، إذا 200، ثم عندنا هنا 50، 250، 200، 255. إذا باش نقيسو كتلة السائل كنديرو 255 ناقص 100، هي كتجيني 155 غرام. إذا كتلة هاد الماء الملون هو 155 غرام. إذا في التجربة هادي نحطو الكرة في الميزان ونوزنو الكتلة ديالها. إذا كنقراو الكتلة على الميزان 501.7 غرام. من بعد كنجيب واحد القارورة سعتها 1.5 لتر، وكان نغمروها بالماء ونخشيوها في حوض حتى هو عامر بالماء، وتندير واحد الانبوب في الفوهه ديال القاروره، كنخشيو الجهه الاخرى الانبوب في الكره اللي وزناها اللي قسنا الكتله ديالها، ونبداو نخويو داك الكره حتى تخوى لنا، يعني نفرغوها من الهواء، وداك الهواء نعمرو به القاروره.
اذا كيبقى الهواء تيدخل والماء تيخرج حتى كتخوى ديك القاروره كامله بالماء. من بعد كنعاودو في التجربه الثالثه كنعاودو نوزنو الكره، كنلقاو ان الكتله كنقيس الكتله كنلقاها تنقصات ولات 499.8. اذا ملي كنديرو الفرق ما بين داك الكتله الاولى والثانيه كنلقاو 1.9 غرام. اذا 1.9 غرام هي كتله ديال الهواء اللي كان داك القاروره السعه ديالها 1.5 لتر، يعني لتر ونص ديال الهواء كتهز. اذا نستنتج في الظروف الاعتياديه ان الكتله ديال الهواء هي 1.3 غرام في اللتر.